وعليكم السلام أخي فادي النجار. أزول جيرة تنمرت. أهلا ياسر وعليكم السلام. أهلا هزار. اللهم أمين، شكرا لك. أهلا أمال، كيف حالك؟ مرحبا يا جوليا. والله بألف خير، شكرا لك يا جيرة من كرمك وفيض لطفك. وعليكم السلام أخت نعيمة. مرحبا يا محمد. أهلا يا فاطمة. مرحبا أبو طالب. وعليكم السلام يا دوسياس. أهلا أخت فاطمة صباحي. مرحبا بكم جميعا. أنا دائما أذهب إلى الشمال يا أخ ياسر، أنا مغرم بالشمال في الصيف، أقضي عطلتي هناك. وعليكم السلام يا فرحات. وعليكم السلام أسجد. مرحبا يا ماما. أهلا يا جميل. أزول ويليام. أيوز. شكرا يا يوسف. نعم أخي ياسر. طبعا يا جيرة كلامك صحيح. أنا أخت عائشة، كيف حالك؟ وعليكم السلام يا رامي يا زهرة. أتمنى أن يكون الجميع بألف خير وسعيد بالتواصل الدائم أحبائي. بعد دقيقتين سنبدأ موضوع اليوم، ولا تنسوا وضع لايك وأنتم معنا أخواتي إخواني حتى يصل هذا الفيديو إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه، حتى نوصل كلمتنا، كلمة التنوير، كلمة المحبة، كلمة السلام التي تزعج الكهنوت الديني. هذه الكلمات، كلمات الحب، كلمات السعادة، كلمات، هذه الكلمات الجميلة يكرهونها، تخيل، ويروجون لأحاديث من مثل الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني كي تكون مؤمنا يجب أن تكون حزينا، كي تكون مؤمنا يجب أن تكون في تعاسة، في فقر، في قهر. شكرا يا فاطمة الزهراء مسلم، شكرا لك. بوركت. أهلا سي عادل، كيف الحال؟ على فكرة يا عادل، أنا سأكون في البيضاء يوم الاثنين، أتمنى أن ألتقيك. عادل هذا من أعز أصدقائي، وهو فنان مبدع ومن الأطر الإدارية الكبرى في التسيير، وهو من المتنورين الكبار. سأكون في البيضاء يوم الاثنين وألتقيك هناك. طبعا لن أحدد المكان حتى لا يعرف الدواعش مكاني، حتى أخبرك أنا في الهاتف يا أخي عادل. هم يروجون، يعني كي تكون مسلما يجب أن تكون تعيسا، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني الكافر هو الذي يعيش سعيدا. يعني أي واحد منا، أنت أختي، أنت أخي، إذا عشت في سعادة فأنت كافر. هكذا يروجون، هكذا يقدمون الدين. يريد كل كلمات السعادة والحب والسلام يكرهونها. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. الله أكبر، لماذا نبكي؟ هل يتلدد؟ هل الله سادي؟ هل الله سادي؟ السادي هو الذي يتلدد بتعذيب الآخرين كي يراهم حزانا، يبكون متألمون. يروجون لهذه الأحاديث أحبائي أخواتي إخواني، يروجون لها بشكل عجيب وغريب ورهيب أيضا ومرعب. إذن نحن عندما نتحدث بجمال وبحب هذا الأمر مع كامل الأسف يؤثر عليهم، يؤثر عليهم بشكل سلبي. يعني لا يجب أن تكون سعيدا. عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. وكأن المسلم عليه أن يكون في صراع دائم مع الكون، مع البشر. الأصل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. نعم أخي جميل ديزاد، كبت عميق. اليوم أحبائي موضوعنا سيرهبهم ويرعبهم. أتعرف ماذا؟ هناك حديث واحد في صحيح البخاري يسقط بشكل عجيب قضية الحجاب، حجاب المرأة، لباس المرأة الذي يسمونه حجابا. لن هذه المرة لن نستدل لهم بالقرآن، هم لا يريدون القرآن، لا يحبون القرآن. تخيلوا معي حديث واحد صحيح يعتبرونه صحيحا يضرب الحجاب في مقتل. تخيلوا معي الحديث الذي سنأتي به اليوم. نحن لا نؤمن بأحاديثهم طبعا، ولكننا نستدل عليهم بالأحاديث التي يؤمنون بها والتي صححها شيوخهم. لن نستدل عليهم بحديث غير صحيح، بحديث صحيح طبعا نحن لا نعتقد بصحته ولكنهم يعتقدون بصحته ويقولون هو حديث صحيح وصححه الألباني. هذا الحديث أخواتي إخواني يضربهم في مقتل ويوضح شيئا عجيبا، أن الحجاب مجرد أسطورة. الحجاب نهاية أسطورة، خرافة الحجاب نهاية أسطورة، كذبة الحجاب نهاية أسطورة. وسنأتي على تحليل هذا الحديث الواضح والذي لا يحتاج إلى أمر. تعرفون لأنهم لا يجدون في الأحاديث النبوية كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون ولا كيف كل شيء. وعندما يناظرونك يقول لك أين هي الصلاة؟ أين هي عدد ركعات الصلاة؟ من خلال القرآن. لكنهم يعجزون عن الإتيان بها كل هذه الأمور من خلال حديث واحد يجمع هذا كله. يعلمنا الصلاة موقوف على الرسول، وليس مرفوع إلى الرسول عذرا، وليس موقوف على الصحابي. فاضطروا إلى صناعة بعض الأكاذيب لكي يبرروا طريقة الوضوء المخالفة للطريقة الموجودة في القرآن. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يرفضون هذا، هم يضيفون الاستنشاق والاستنطار ومسح ورد مسح الرأس والمضمضة و غسل القدمين وليس مسحهما إلى غير ذلك. أين يجدون هذا؟ إذن عليهم أن يصنعوا حديثا. لكنهم عندما صنعوا الحديث كسروا نظرية الحجاب وكسروا وأنهوا أسطورة الحجاب. سأقرأ عليكم الحديث أحبائي من الدرر السنية هذا الحديث موجود في صحيح النسائي برقم 100، وأورده الألباني في صحيح النسائي. وخلاصة حكم الألباني على هذا الحديث أنه صحيح. ماذا قال هذا الحديث؟ قال: وكانت عائشة تستعجب بأمانته. يعني هذا شخص كانت تستأجره عائشة بأجرة، يشتغل لديها وكانت تعطيه أجرة، وكانت تستعجب بأمانته. فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قولوا لعبد الله رشدي الذي أتيناه بحديث في صحيح البخاري فيه أن عائشة تتعرى أمام الرجال، وأتيت له بشرح ابن حجر العسقلاني وبشرح القاضي عياض الذي أتفق معه بشرحه للحديث، ونفى هو كل هذا. طبعا ظن أن الشرح من عندي وليس من عند شيوخه، وإلا لما قال هذا، لكنه في النهاية أثبت أن عائشة تعرت أمام أجانب، يعني تعرت كما ولدتها أمها، أو على الأقل رأى صدرها ونهديها وبطنها وشعرها وكل هذه الأشياء، وليسوا محارم لها كما حاول الادعاء. لكن هذا الحديث هو واضح، ليس فيه ستار، ليس فيه حجاب، ليس فيه وبينها وبينهم ستر كما حاول الادعاء. شكرا يا هدية أرزون على دعمك، ألف شكر. إذن كيف سيحل هذه المعضلة؟ عائشة مرة أخرى تبين طريقة الوضوء، هذه المرة ليس الغسل ولكن طريقة الوضوء لمن؟ لأجنبي عنها، ليس هناك رضاعة ولا أي شيء، لا يستطيعون أن يقولوا من خلال الحديث أن هناك رضاعة، لا يستطيعون، والحديث صحيح، لا يستطيعون أن يضعفوه. هم يقدسون الألباني، لا يستطيعون أن يضعفوا حديثا ورد عند الألباني. إذن هذا الشخص قال بأن عائشة علمته كيف يتوضأ، ليس تعليما لسانيا ولكن تعليما عمليا، توضأت أمامه. قال: فأرتني كيف كان رسول الله يتوضأ، فتمضمضت واستنطرت 3، وغسلت وجهها 3، ثم غسلت يدها اليمنى 3، يعني إلى المرافق، يعني أنه رأى يدها إلى هنا، يعني كما ألبس أنا، كانت تلبس هكذا كي تتوضأ. طبعا من رآه؟ شخص تستأجره، أجير عندها، يشتغل عندها بأجرة، تستأجره لفعل ماذا؟ الله أعلم، لست أدري ولا المنجم يدري. هذا حديثهم أيها السادة. إذن غسلت يدها اليمنى 3 واليسرى 3، يعني إلى المرافق، ووضعت يدها في مقدم رأسها، يعني شعرها عار، لم تغطي شعرها أيها السادة، غسلت أو مسحت رأسها أمامه، وضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، يعني رأى عنقها، لا يمكن أن ترى مؤخر رأس ولا لا ترى العنق، يعني نحرها كان عاريا. أين الحجاب أيها السادة؟ أخبروني أين هو الحجاب؟ أتمنى أن ترسلوا هذا الرابط لعبد الله رشدي في قناته، وأتحداه أن يجيب، أتحداه أن يثبت أن هذا من محارمها، وأتحدى كل الشيوخ وكل الإسلاميين. لست من عادتي أن أرفع التحدي بهذه الطريقة، لكنني فعلا اليوم شهيتي مفتوحة كي أتحدى. يقولون رشيد أيلان أمي جاهل لا يفقه شيئا. نعم، أنا أمي جاهل لا أفقه شيئا، لكن اشرحوا لي هذا الحديث. هل اغتسلت فوق ثيابها؟ لا، هو لم يقل ذلك، قال غسلت يدها، لم يقل مسحت. غسلت يدها اليمنى 3، يعني الرجل يتمعن في رؤية أم المؤمنين وهي عريانة في يدها، يعني تلبس على الأقل ستكون لابسة يعني إلى هذا القدر، وقد لا تكون لابسة إلى هذا القدر. أنا فقط حاولت أن آتي بمكان الاغتسال، مكان الوضوء هو العاري، لا أريد أن أصعد إلى أكثر من هذا حتى لا أحرجهم. طبعا يدافعون عن حديث الاغتسال، كيف سيدافعون عن هذا؟ الحديث لم يقل أنه بينه وبينها حجاب. أليست هذه صدمة؟ ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ووضعت يدها في مقدم رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم أمرت يديها بين أذنيها، يعني الأذنين عريانين. وكل هذه الأمور حسب، وعليكم السلام يا أشبي، حسب الشيوخ يقولون بأنها يجب أن تغطى المرأة، يجب أن على الأقل يقولون هكذا، لكنها عرت رأسها وعرت إلى المرفق، يدها إلى المرفق يعني إلى جزء من الذراع، كان عريان على الأقل. ورآه هذا المستأجر، هذا الشخص يقول أنه، وهو ثقة صدقوه في بداية الحديث، وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره، إياكم أن تكذبوا هذا الحديث، لأن الرجل تستأمنه عائشة، تستأمنه عائشة، هو أمين لا يكذب. صدروا الحديث بهذه المقولة حتى لا تكذبوه، لأن من روى هذا الحديث أحبائي يعرف أن الأمر سيأتي ثقيل على هؤلاء، لكن ماذا؟ هم يحتاجون إلى حديث يظهر الوضوء فلم يجدوا إلا عائشة، احتاجوا إلى حديث يعلم الغسل فلم يجدوا إلا عائشة، احتاجوا إلى حديث يعلم الجنس فلم يحتاجوا إلا إلى عائشة، احتاجوا إلى حديث يعلم التقبيل، تقبيل الرسول فلم يجدوا إلا عائشة. بل حتى أولئك الذين يبيتون عند عائشة وهم أجانب عنها، أحبائي أعزائي، حتى أولئك الأجانب الذين يدخلون عندها ثم يبيتون في منزلها في كتب الحديث ويحتلمون عندها، تعلمهم كيف يفركون المنية من لباسهم. أعتذر للأخوات والإخوة عن جرحي لحيائهم برواية مثل هذه الأحاديث، ولكن ماذا أفعل؟ يجب أن نبين لهم حجم القذارة في كتبهم حتى يعلموا علم اليقين أن كتب التراث هي بمثابة عفن. وعليكم السلام. عفن أحبائي، عفن قبيح. إذا غسلت يدها أمام الأجنبي ثلاثا واليسرى ثلاثا، ووضعت يدها في مقدم رأسها العريان الذي كان عاريا، لم تضع أي غطاء على رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم أمرت يديها بأذنيها، ثم مرت على الخدين. هو أضاف هذا المرور على الخدين، لا يوجد في أي مذهب في الوضوء. هي غسلت وجهها، هذا الحديث أضاف تمر على الخدين، وكأنها تريد أن تدعكهما حتى يبدوان أحمرين. لا أدري لماذا تدعك أو تمرر يدها على خديها وهي قد غسلت وجهها قبل ذلك. وهل هناك شخص، يقول بأنه من الوضوء أن تمر يديك على خديك؟ هذا أضيف في الحديث. إذن أيها المسلمون، وضوءكم ناقص عندما تتوضؤون، ولا واحد منكم بعد أن يمسح رأسه يمرر يديه على خديه. لا أحد يمرر يديه على خديه. هل يفعل ذلك أحد؟ لا أحد يفعل. هل علمكم الفقهاء هذا؟ لا، لم يعلموه لكم. وعليكم السلام. من أين أتيت به أنا؟ لا، لم آتي به. هذا حديث في صحيح النسائي، وصححه الألباني في كتاب نصائح النسائي. ماذا نفعل إذا هؤلاء؟ إذن هم يعترفون بخلال هذا الحديث أن عائشة توضت بمفردها أمام أجنبي، اختلت به. هناك أحاديث كثير لاختلاء عائشة بالرجال. هم يقولون هذا، أنا لا أنسب الفعل لعائشة حاشاها، ولكن أقول ما قالته كتبهم. ثم تعرت أمامه بما يظهر ذراعها، وبما يظهر شعرها، وبما يظهر نحرها، وبما يظهر أذنيها، وبما يظهر قدميها، بل حاولت أن تمرر يديها على خديها أمام الأجنبي. لست أدري ولا المنجم يدري لماذا، هل هذا من الوضوء؟ الحديث يقول أنه من الوضوء. ثم مرت على الخدين. قال سالم: كنت آتيا مكاتبا ما تختفي مني فتجلس بين يدي وتتحدث معي. يعني يقول لك أنها كانت دائما تجلس، وليس هذه الحالة لوحدها، ليست هذه الحالة الوحيدة التي جلس هو وإياها بدون حجاب. ما تختفي مني فتجلس بين يدي وتتحدث معي، حتى جئتها ذات يوم فقلت: ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين. قالت: وماذا؟ قلت: أعتقني الله. قالت: بارك الله لك. وأرخت الحجاب دوني ولم أرها بعد ذلك. سنتطرق إلى هذه النقطة لاحقا، لكن دعوني أحبائي بعد أن شرحت أنا الحديث. لاحظوا، هل لاحظتم أمرا؟ من منكم لاحظ أمر في هذا الحديث بخصوص الوضوء؟ ألم تلاحظوا أيها السيدات والسادة أنها لم تذكر لا غسل القدمين ولا مسح القدمين؟ هل غسل القدمين ومسح القدمين ليس من الوضوء؟ غسل القدمين حسب الحديث، ومسح القدمين حسب القرآن لا وجود له هنا. سنعيد قراءة الحديث ونرى هل أين يوجد لا وجود للقدمين في الوضوء. هل نمارس بدعة؟ هل يمارس المتوضئ بدعة؟ نعم، بينه القرآن يا سيد الفاضل. نحن نريد نتحدث عن الحديث، أما نحن نعرف ما بينه القرآن، نحرجهم بما لديهم. قالت: وكانت عائشة تستعجبني بأمانته وتستأجره، فأرتني كيف كان رسول الله يتوضأ، فتمضمضت واستنطرت ثلاثا، وغسلت وجهها ثلاثا، ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ووضعت يدها في مقدم رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم أمرت بدل أن تمسح رجليها أمرت يديها بأذنيها، ثم مرت على الخدين، مرت يدها على أذنيها ثم مرت على الخدين هكذا. قال سالم: كنت آتيا مكاتبا. فقد انتهى الوضوء. أين مسح القدمين؟ أين غسل حتى القدمين؟ لا وجود لهما في الوضوء. أرأيتم هشاشة هذه الروايات؟ أرأيتم ضعف هذه الروايات الصحيحة التي يعتبرونها صحيحة؟ ماذا سيفعلون؟ كيف سيواجهون هذا الإحراج؟ كيف سينتبهون؟ إنها الصناعة، صناعة الأكاذيب. وهل تعرفون أحبائي أتعرفون أخواتي إخواني أن الفقهاء والمحدثون كل الكهنوت الدين كانوا أغبياء بشكل عجيب، لأنها كانت تمر عليهم مثل هذه الأمور ويصححونها ولا ينتبهون لها. ويقول لك شيوخنا المعاصرين يقولون لك: هل لك علم النسائي؟ هل لك علم ابن تيمية؟ هل لك علم ابن قيم الجوزية؟ هل لك علم ابن الجوزي؟ هل لك علم الإمام أحمد؟ هل لك علم الإمام مالك؟ هل لك علم الشافعي وأبو حنيفة و و و و و بل هل لك علم الألباني؟ طفل صغير سيعرف أن هذه أكاذيب، وسيعرف أن هذه الأحاديث حمقات، وسيعرف. لكن دعونا، لماذا نقول نحن هذا؟ نحن نريد أن نحرجهم. أين الحجاب؟ أين الوضوء وأين الحجاب؟ أين الحجاب؟ أم المؤمنين تتعرى أمام الرجال في حديث البخاري وفي حديث النسائي وكلاهما صحيحان. لا، لم يكونوا أذكياء حتى بالنسبة لزمنهم. كيف يكون ذكي؟ ذكي يعني ذكي، ليس ذكي، منطقي. دعونا نقول منطقي، لسنا نصل إلى مستوى الذكاء. وهم يرون أحاديث الحجاب ويقول المرأة لا يجب أن تتعرى، ويأتون بحديث ويصححونه، يضرب كل، ينسف كل ما يؤمنون به. كيف أقول في زمانهم؟ يعني حتى في زمانهم يجب أن يقرأ هذا الحديث ويقول أن هناك حجاب للمرأة حسب اعتقاده من حلال بالحجاب، ويأتي لهذا الحديث الذي فيه عائشة تتعرى أمام أجنبي ويرى تفاصيل جسدها المفروض أنها يجب أن تغطى. على الأقل إما أن ينفي الحديث الأول الذي يأمر بالحجاب أو ينفي هذا الحديث حتى لا يتناقضون، لكنهم يستدلون على الحقيقة بالرجال، يستدلون على الحقيقة بالرجال، وليس الحقيقة، وليس أن الحقيقة لها منهج ولها طريق يجب أن نصل إليه. دعونا أحبائي نرجع إلى تفاسيرهم. ماذا قالت في هذا الحديث؟ وسترون العجب العجاب، لأن من طبعنا ألا نتجاوز ما يقولون ونسائل ما يقولون، حتى لا يقال أننا نكذب عليهم أو نقول ما ليس في كتبهم. يقول تفسير هذا الحديث: كان التابعون رحمه الله تعالى يحرصون كل الحرص على تلقي العلم والسنة وسنة رسول الله عن صحابته رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين نقلوا سنة النبي وبينوها، وخصوصا أزواجه رضي الله عنهم. يعني كان التابعون، يعني هذا الرجل، هؤلاء التابعون يحرصون على تعلم العلم. العلم عندهم هو الدين، وسنة الرسول يعني أفعاله وأقواله وتقريراته من صحابته، خصوصا نساءه. وقال صحابتي خصوصا، ولكن بالحق كانوا حسب الروايات يأخذون كل هذا عن نساء الرسول، وخصوصا الأمور الحساسة مثل غسل الجنابة كما في البخاري. ما هذا الحمق؟ ما هذه الصفاقة؟ هم يقولون هذا، لست أنا من يقول هذا الكلام. وخصوصا أزواجه رضي الله عنهن، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بصفة أخص. لذلك صنعوا حديثا آخر نسبوه للرسول كي يبرروا هذه الروايات، فقالوا: قال رسول الله: خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء، وفيه غزل، يتغزل بزوجه أمام الصحابة ويقول لهم: خذوا نصف دينكم. لم يقل لهم: خذوا نصف دينكم مني، بل من كأنها نبية إلى جانبه. هذا الحديث صياغته اللغوية حمقاء. خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء، طبعا يعني عائشة، والحميراء هو غزل لها. طبعا الحجاب إهانة للمرأة. طبعا في هذا الحديث يقول عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذناب: أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان قال: وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره، أي تستحسن ما كان عنده من أمانة وتستعمله بالأجرة، يعني أجير عندها أو في تجارتها، لتلك الصفة لا يعرفون، حتى كانت تستعمله بالأجرة. ماذا كان يفعل؟ هم لا يعرفون. قالوا في تجارة، قالوا بالأجرة أو في تجارتها. ومتى كانت عائشة تاجرة؟ متى كانت عائشة تاجرة؟ وماذا كانت تبيع؟ ما نعرفه أن خديجة بنت خويلد هي التي كانت تاجرة، وكان يشتغل عندها الرسول كأجير ويبيع بضاعتها ويتكلف بتجارتها، لكنهم جعلوا من عائشة تاجرة فقط ليبرروا كلمة مستأجر، وهم لا يعرفون حتى يعني ما نوع العمل الذي كان يقوم به، ولكنهم حاولوا أن يخبطوا، وهذا الخبط يمر مرور الكرام، لا يستطيعون أن يقفوا عنده أحبائي. قال تستعمله بالأجرة أو في تجارتها، لا يعرف أجير هل تستعمله بالأجرة أم هو عامل في تجارتها لتلك الصفة. فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يعني أنه لا يوجد في العالم أجمع صحابي واحد يعلمه كيف يتوضأ، بل ليس له أب يعلمه كيف يتوضأ ولا صديق ولا هذا، لا ليس لديه إلا عائشة. هذا ما يريدون قوله. ما هذا أيها السادة؟ ما هذا؟ نعم، ضربة العمى في الظلام يا هوسا. ألا يوجد صح؟ أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين عثمان؟ أين علي؟ أين خالد بن الوليد؟ أين كل هؤلاء؟ أين عبد الرحمن بن عوف؟ أين معاذ بن جبل؟ أين العباس؟ أين عبد الله بن العباس؟ أين أبو هريرة؟ أين كل هؤلاء؟ أين أبي سعيد الخدري؟ أين أبو سعيد الخدري؟ نعم، آلاف الصحابة أين هم؟ لكنه فضل عائشة. نعم، لأن الصحابة، لأن التابعين كانوا ورعين جدا، يعشقون أن يتعلموا الدين من أزواج النبي، خصوصا عائشة. خصوصا عائشة، سيما عائشة، وعائشة أخص حسب الشارح. إذن فأرتني كيف كان رسول الله يتوضأ، أي اسمعوا كيف يشرح، أي توضأت أمامه، يعني وهو يرى وهو ينظر وهو يتعلم بشكل عملي. نعم، أخبرنا عبد الله رشدي قال أجمل شيء أن يروا الأمور كما هي ولو كان الأمر يتعلق بالاغتسال. عبد الله رشدي قال هذا، أرسلوا له هذه الرسالة وقولوا له رشيد أيلال يتحداك أن تشرح هذا الحديث وأن تبين لنا الحجاب من هذا الحديث، بل وتعلمنا الوضوء من هذا الحديث كما تعلمته في الأزهر عندما درست في الأزهر، وكما يعلمه شيوخ الأزهر، وكما علمته للناس عندما كنت إمام للمسجد قبل أن يعزلوك من إمامة المسجد، لأنك متطرف طبعا ومتشدد وتنشر أفكار الإرهاب بين الناس وتكفر المسيحيين وتكفر كل من يختلف معك وتستهزئ بهم، لذلك هم عزلوك. اعطينا الحجاب من هنا وعلمنا الوضوء من هنا، وأجب عن أسئلتنا بخصوص تعرية عائشة ليديها إلى ما فوق المرفق وتعريتها شعرها أمام أجنبي، أي توضأت أمامه لتريه كيفية الوضوء، كيفية وضوء الرسول طبعا. فتمضمضت، والمضمضة هي تحريك الماء في الفم ثم إلقاؤه، واستنثرت 3، أي 3 مرات للمضمضة و3 مرات للاستنثار، وهو غسل الأنف باستنشاق الماء ثم نثره وإفراغه، وغسلت وجهها 3، أي 3 مرات، وحد الوجه طولا من منبت شعر الرأس إلى الذقن واللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن الأخرى، ثم غسلت يدها اليمنى 3 واليسرى 3، ويشرح يقول لك أي ثم شرعت في غسل يدها اليمنى إلى المرفق 3 مرات. إلى المرفق 3 مرات. أين الحجاب؟ ثم اليسرى كذلك، ووضعت يدها على مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم بعد ذلك جعلت يدها على مقدم رأسها وابتدأت منه المسح إلى مؤخر رأسها، ثم أمرت يديها بأذنيها، أي بعد أن مسحت رأسها جعلت يديها تمر بأذنيها ثم مرت على الخدين. قال الشارح: والخدان هما جانب الوجه. فوجد نفسه الشارح في حرج، لأن المرور على الخدين يجب أن تقول ومرت على القدمين أو مسحت القدمين، لكن بدل أن تفعل ذلك مرت على الخدين، كأن الحديث يريد أن يقول لك أن قدميها في خديها. نحن نمزح طبعا، ولكن أين يعني عندما تنتهي من الرأس يجب أن تمسح القدمين. فامسحوا وجوهكم، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لكن بدل هذا ماذا نجد أحبائي أعزائي؟ ماذا نجد؟ نجد الخدين. لما وجد هذا الإحراج ماذا قال؟ قال: ولعلها فعلت ذلك لأن هناك ماء قد تبقى عليهما فأمرت يدها لإزالته. هل قال الحديث هذا؟ لا. الحديث يعلمنا الوضوء، وناقل الكلام يعلمك الوضوء ويقول لك أن المرور على الخدين بعد غسل الوجه وبعد مسح الرأس هو جزء من الوضوء، ولم يذكر. وحتى الشارح حاول أن يلغي المسألة، ألا يتحدث عن القدمين البتة لأنه سيجد إحراج. لم يتحدث عن تعرية الجسد، جسد عائشة أمام أجانب، طبعا ليس هناك حجاب. رغم تكذيبنا الحديث ليس هناك حجاب، لكننا نأتي بهذا الحديث أولا لنقيم الحجة عليهم، ثانيا لنحرجهم، ثالثا لننهي أسطورة الحجاب التي يتلفظون بها ويقول لك واضحة في سنة الرسول. وسنة الرسول يعتبرونها شارحة القرآن، إلا إذا كانت عائشة عصت الرسول، ولا يستطيعون قول هذا، لا يستطيعون قول هذا أحبائي، لا يستطيعون أن يقولوا عائشة عصت الرسول. وي، أو يخطئ الصحابة، أو تخطئ الصحابيات، أو تخطئ أم المؤمنين. وي، عجبا عجبي يا أحبائي يا أعزائي يا أخواتي يا إخواني، كيف سيحل الشيوخ هذه المعضلة التي ورطوا فيها أنفسهم بأنفسهم وأوقعوا نفسهم في حيصبيس لا حل له؟ لما وجد الشارح مشكل قال سالم: كنت آتيا مكاتبا، كنت آتيها مكاتبا، أي كان يتردد ويدخل عليها وهو مكاتب. والمكاتبة أن يتعاقد العبد مع سيده على قدر من المال. لاحظ أحبائي، عندما يكون هناك أجرة فهذا ليس عبد. لماذا يكذب هؤلاء؟ كنت مكاتبا، أي بيني وبين عائشة عقد عمل كالذي نفعله الآن مع الشركات التي نشتغل معها أو مع الدولة أو مع أي قطاع نتعامل معه. هو قالوا عبد. أتعرفون لماذا قالوا عبد؟ لأنه يريدون أن يجيزوا للمرأة أن تتعرى أمام عبدها. فهمتم اللعبة؟ وكأن الحجاب هو لباس طبقي، يعني أن المرأة إذا كانت تؤجر شخصا وتعطيه أجرة يمكن أن تتعرى أمامه. كيف سنحل هذه المعضلة يا عبد الله رشدي ويا أيها الشيوخ ويا أنصار الحجاب؟ كيف ستحلون هذه المعضلة التي ورطتكم فيها شيوخكم برواية هذه الأحاديث في كتبكم وتصحيحها بوقاحة عجيبة غريبة. دعونا نصدق معكم هذا الحديث، دعونا نصدق معكم هذا الحديث ونقول لكم ها هو الحجاب غير موجود، لا هو عبدها أو متعاقد معها. هل كونه عبدا لها ينفي ذكوريته؟ طبعا لا ينفي. هل ينفي شهوته؟ طبعا لا ينفي. وأنتم تقولون أن الحجاب حتى لا تثير المرأة شهوة الذكور، أو ليس هذا ذكرا؟ أو ليس العبد أو المكاتب أو أي شخص يتحرك برؤية هذه الأمور في النساء حسب فهمكم؟ بماذا ستجيبون؟ بماذا سيجيب هؤلاء؟ كيف يكون عبدا ومستأجرا؟ الأجير وحده والعبد وحده. العبد هو مملوك لسيده، أما هذا فهو مستأجر حسب الحديث. هل أحسستم أحبائي بحجم الورطة التي يقعون فيها ومحاولتهم الدريبلاج، المراوغة الكلامية للبحث عن ذريعة تتعرى بها عائشة، تعرت بها عائشة أمام هذا الأجنبي؟ مراوغة فاشلة. ميسي ومارادونا ومبابي وحكيمي وزياش ومحمد صلاح وأيضا أناحي وغيرهم من عباقرة الكرة يراوغون أفضل من هؤلاء، يراوغون بجمال وبفنية وبروعة تمتعك، أما هؤلاء يثيرون السخرية ويقولون لماذا الملاحدة يسخرون منا؟ أنتم من تعطون للناس كي يسخروا منكم. والله للملحد وللاديني ولكل هؤلاء العذر كي يسخروا منكم. أنتم سخرتم من أنفسكم قبل أن يسخر منكم الناس. قالوا والمكاتبة أن يتعاقد العبد مع سيده. أنا أعرف أن المكاتبة هو أن يكون هناك عقد بيني وبينك مكتوب، والدليل على هذا هو كلمة أجير يعني مقابل أجرة. يقول إذا أداه لسيده أصبح هذا العبد حرا، ولنفرض أنه عبد، نفرض أنه عبد. هل كونه عبد يجيز للمرأة أن تتعرى أمام العبد؟ لا أحد يستطيع أن يقول لك نعم من هؤلاء الشيوخ، لكنهم قالوها فقط في شرح هذا الحديث، وتمنوا أن لا يقرأ أحد الحديث، أن لا يفضحه أمثال رشيد أيلال على وجه الأشهاد، على رؤوس الأشهاد، يتمنوا ألا. هل سبق وأن سمعتم بهذا الحديث؟ أغلبكم لا أظن أنه سبق أن سمع بهذا الحديث، رغم أنه أورده الألباني في صحيح النسائي وصححه ويصححه الشيوخ ولا واحد منهم ضعفه. ما الحل أحبائي؟ ما الحل الذي إذن يقول والمكاتبة أن يتعاقد العبد مع سيده على قدر من المال، إذا أداه لسيده أصبح العبد حرا، ما تختفي مني أي ما تستتر وما تحتجب منه. ألو عبد الله رشدي، ألو عبد الله رشدي، اسمع إلى شيخك ماذا قال في شرح هذا الحديث. اسمع، قال ما تختفي مني أي ما تستتر وتحتجب منه. شكرا لدعمك يا زيزو، ربما أستعمل المبلغ للمكالمة مع عبد الله رشدي. اليوم فقط والله أنا ليس طبيعي أن أسخر، ولكن هؤلاء فرضوا علينا أن نسخر. يا عبد الله رشدي، شارحك شيخك الشارح يقول لك لا تحتجب منه، لا تضع حجاب. حنا المعضلة، أتعرفون أن رشدي لا يستطيع أن يكذب هذا، أولا لأنه يقاد الشيوخ، ثانيا لأن الوضوء واضح أنها تعرت. هل يستطيع عبد الله رشدي أن يقول، هل يستطيع أن يقول أن المرأة إذا كان لديها عبد من حقها أن تتعرى أمامه؟ هل يستطيع أن يقول هذا؟ أتمنى أن يقوله كي يفضح نفسه وكي يجعل نفسه مطار للسخرية. إذا من الآن فصاعدا لا تقولوا أن الله أمر المرأة بالحجاب بسبب أنها تثير شهوة الرجال، لأنها هي عائشة تعرت أمام الرجال. إذا رفضتم حديث البخاري بالنسبة للغسل، ها هو حديث النساء الذي صححه الألباني أوضح من الأول، وفيه أنها لا تحتجب منه وأنها تعرت أمامه ورأى شعرها ورأى أذنيها ورأى نحرها ورأى رقبتها وشاهدها وهي تدعك وتمرر يديها على خديها، وقال لك بأنه كان يختلي بها ويجلس معها وبدون حجاب، بنفس الحديد وبنفس شراحك وشيوخك، فتجلس بين يدي وتتحدث معي، أي تجلس أمامي وتتكلم معي، حتى جئت هذا يوم، أي حتى أتيتها في يوم من الأيام فقلت ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين، أي طلب منها أن تدعو الله أن يبارك له. قالت عائشة وما ذاك، أي ما سبب تلك الدعوة؟ قال أبو عبد الله السبلان فقلت أعتقني الله، أي محى الله عني الرق وسيرني حرا. كيف؟ دعونا نفهم، دعونا نحاول أن نفهم. ألم يكن عبدا لعائشة؟ لو كان عبدا لعائشة فهي التي ستعتقه. لا يعرفون حتى كيف يكذبون. قبل قليل قالوا بأنها عبد لعائشة مقابل مكاتبة، مقابل عقد ومقابل أجرة. ألم يقولوها؟ الآن قالوا أحبائي أعزائي بأنه جاء يخبرها بأن الله من عليه بالحرية من الرق وأن تبارك له وهي لا تعلم. إذن هو كان عبد من؟ هل كان عبدا لها أم كان عبدا لغيرها؟ دعونا نفهم. إذا كان عبدا لغيرها فهو ليس عبدا لها، فلماذا يخدمها ولماذا تجلس معه وتختلي به؟ لماذا؟ لأي غرض؟ ما الذي كان يقوم به مقابل الأجرة وهو عبد لشخص آخر أعتقه؟ أرأيتم أحبائي هشاشة هذه المرويات وضعفها الشديد، حتى أنك تقد في جملة واحدة تجد التناقضات في نفس الحديث، تناقضات وحماقات وهو صحيح في نظرهم. هل فهمتم ضعف الأمور كيف هي؟ أتيتها في يوم من الأيام فقلت ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين، فشرح الشارح قال أي طلب منها أن تدعو الله أن يبارك له. قالت عائشة وما ذاك، أي ما سبب تلك الدعوة؟ قال أبو عبد الله سبلان فقلت أعتقني الله، أي محى الله عني الرق وصيرني حرا. فقالت عائشة بارك الله لك، يعني أنه ليس عبدا لها ولا أي شيء، أي دعت عائشة له بالبركة كما طلب منها، وأرخت الحجاب دوني. يعني كيف يعني؟ حل المعضلة. كونه كان عبد لشخص معين هو الذي كان يجيز لها أن تجلس معه. من أين أتيتم بهذه الحماقة؟ فقهكم المتناقض، حتى عندما أصبحتم تصنعون الأحاديث تضربوا ما تؤسسونه فتعمدون إلى الترقيع وتحاولون الترقيع، لكنه ترقيع مفضوح، بعضهم قال رشيد ألال يحارب الإسلام بسذاجة. كيف يعني أحارب؟ هل أنا الذي أحارب الإسلام أم هذه الأحاديث؟ تخيلوا معي، أنا أكذب هذا الحديث، هل أحارب الإسلام؟ أم من يقول بأن هذا الحديث صحيح هو الذي يحارب الإسلام وبسذاجة؟ هل هناك سذاجة أغبى وأحمق من هذا النص الذي نقرأه الآن؟ كله تناقضات وكله حماقات. لست أدري ولا المنجم يدري ما الحل. فلم أرها بعد ذلك اليوم، أي أسدلت وأنزلت الحجاب وصارت محتجبة عني، فما شاهدتها بعد أن صرت حرا. وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن العبد والمكاتب يجوز أن يرى الحرة، واستدلوا بالآية تقول أو ما ملكت أيمانهن، فظاهر الآية لم يفرق بين الذكر والأنثى لعموم ما، ولأنه لو كان المراد الإناث خاصة لقيل أو إمائهن. إذن شيخنا يقول لك بأنه من حق الرجل أن يرى من الأمه، أن يرى الأمه وهي عريانة، ما في مشكل. وكذلك أن الحرة يمكن أن تتعرى أمام العبد. إذن ما سبب الحجاب؟ هل سببه الشهوة؟ إذا كان سببه الشهوة أيها السادة، إذا كان سببه الشهوة، لماذا تتعرى المرأة أمام الرجل سواء كانت أما أو حرة؟ الحرة أمام العبد والحر أمام والأمة أمام الحر، يستمتع بجمالها الحر كيفما شاء بدون حجاب فقط لأنها أمة. أليس هذا تمييز عنصري؟ أليس هذا تمييز طبقي؟ حلوا المعضلة أيها السادة. كيف نحل هذه الأمور؟ رغم أن ملكات اليمين شيء آخر غير الذي يتطرقون إليه، وسنقف على هذا المعنى في حلقة خاصة، ولكن لا نريد أن نتجه اتجاه غير الذي نتحدث عليه اليوم، وهو نسف الحجاب من خلال الأحاديث، من خلال حديث يعتبرونه صحيحا. فظاهر الآية يفرق بين الذكر والأنثى لعموم ما، ولأنه لو كان المراد الإناث خاصة لقيل أو إمائهن، فإنه أخصر ونص في المقصود. ويؤيد هذا ما رواه البيهقي بسند صحيح عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت عليها فقلت من هذا؟ فقال سليمان، قلت كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال قلت 10 أواق. قالت أدخل فإنك عبد، ما بقي عليك درهم. وسليمان بن يسار لم يكن مولاها، بل كان مولى ميمونة كاتبته بعتق. لاحظوا أحبائي هنا أن سليمان بن يسار كان يدخل عليها أيضا ولا تحتجب منه لأنه عبد. لا أريد أن أضيف كلمة واحدة بعد هذا أحبائي، فالأمور قد وضحت بشكل جلي ولا تحتاج إلى إيضاح، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. شكرا لكم، وننتقل إلى أسئلتكم. أهلا يا أزاد ميران. والله السؤال يمكن أن توجهوه لعبد الله رشدي. هم يقولون حتى الوجه يثير الشهوة، لذلك يقولون النقاب النقاب. أما هذا الحديث فيعني والله لا أعرف ما أقول، ما لدي قد قلته على طول وعرض هذه الحلقة، مرحبا يا سعيد. هذا المسلم النقيص بالزغال يزوم جسد رؤية امرأة بدون حجاب. نعم يا فوزية، لأنهم حيوانات لا يستطيعون ضبط أنفسهم. الكبت، إنه الكبت يا فوزية، الكبت المريض. طبعا يا ليلى بيش، طبعا كلامك صحيح. العفو يا لولو، العفو. نعم كلامك صحيح يا ياسر دو ميغران، وهذا هو الشرح الذي ذهب إليه شحرور أيضا. معايير اللبس صحيح، أعقد من سذاجة وصحيح حجاب المرأة. مصطفى، معرفة النقاب مضرة من الناحية الصحية ومن الناحية الأمنية. النقاب قد يضعه مجرم يبحث عنه الأمن أو إرهابي أو أي شيء بدعوى أن، ويتخفى وراءه ويفعل الأفاعيل ويمارس المصائب. وهناك حادثة كانت قد وقعت قبل سنين في مراكش، أن امرأة كانت منقبة كانت تدخل عليها عشيقها وهي متزوجة، وكان يضع النقاب على وجهه يغطي وجهه، فيخرج الزوج لأن امرأة منقبة دخلت عند زوجته كي يتركهما براحتهما. لم ينفضح الأمر حتى دخل عليها مرة فمات، العشيق مات عندها، الأمر انفضح، فعلم بأن من كان يدخل عنده ليس امرأة منقبة بل ذكر، وهذا قد أثار فضيحة كبرى. يا سناء محديد، القرآن لم يذكر أي عقوبة بالنسبة لكشف الجيوب، لم يقل، وبل هو دعا المرأة ألا تكشف جيوبها، ولكن لم يربط هذا بعقوبة دنيوية أبدا. ماريا ماشا، كي تفعلي الخير يا ماريا ماشا، هذا هو الهدف، كي تكوني جزء من خير كبير. إذا كان في الموضوع يا سوري في موضوعنا اليوم فأهلا بك. الآن يا إيمانيست، الحجاب رمز سياسي. نعم الحجاب بشكله الحالي، رغم أن دلالة اللغة والحجاب هو الحاجز أو الساتر بين شيئين وليس اللباس، لكن الذي يسمونه الآن بحجاب المرأة هو رمز سياسي طبعا وليس ديني. حتى هذا الحجاب الذي اعتبره خاص بنساء الرسول ها هم يكذبونه بالأحاديث، مع العلم أني للرؤية خاصة عن الحجاب الخاص بنساء الرسول ليس اللباس، وسنتحدث عنه في لقاء خاص عن معنى وقرن في بيوتكن، فالكثير يظن أنها عليها أن تقبع في منزلها ولا تخرج، لم يقل القرآن هذا. من حقك يا ليلى بيش، رغم أن مسألة الحجاب هي مسألة اختيار يعني حرية شخصية، لكن النقاب لا، النقاب يجب أن يمنع لأن فيه أضرار أمنية على البلد وأضرار صحية على من ترتديه. يا غيفي رابي، هناك مجموعة من الفيديوهات على هذه القناة أنتقد فيها الشيعة أيضا. يقولون رشيد إيلان لا يتحدث عن الشيعة ويتحدث عن السنة وحدهم. هؤلاء الذين يقولون هذا غير متابعين حقيقيين لقناة رشيد إيلان. اكتب فقط سلسلة نقد الشيعة رشيد إيلان وستجد مجموعة من الفيديوهات، بل لدي مباشر طوله ساعة ونصف كله انتقاد لبعض النصوص الحديثية في كتاب الكافي للشيعة. نعم يا أخت سعيدة كلامك صحيح. يا سماء شمس، الدين كله الدين لا إكراه فيه، لا إكراه في الدين، لا يمكن أن نكره أحدا على تطبيق الدين. هذه الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي توضح بشكل جلي قاطع لا مراء فيه ولا جدال فيه أن كل من يقول لك هذا يجب أن تفعل هذا وإذا لم نفعل فهكذا، لا يوجد إكراه في الدين. الدين يقتنع به ويمارس عن اقتناع، إذا لم أقتنع به فلا أفعله. طبعا غير ممنوع يا توفيق. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني الزينة التي تظهر كالزينة التي على الوجه، يعني الأحمر شفاه، الكحل والألوان وكذا، هذا من الزينة التي تظهر في الوجه، فهي ما في مشكل. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والزينة هي المكياج، هي الحلي، هي كل ما يضاف إلى تضيفه المرأة من أصباغ وعطور وحلي لإظهار جمالها. فالزينة الموجودة في الأماكن الظاهرة من الجسد ما فيها مشكل، كالإسورة. طبعا صنعوا نصوص يا وعد، صنعوا نصوص للنقاب، كل شيء صنعوا له نصوص. الحجاب العادي صنعوا له نصوص، النقاب صنعوا له نصوص، وهلم جرا. طبعا يجب أن يكون حرية شخصية يا إيمانيست. الدين كل الدين يجب أن يكون حرية شخصية، حتى لأولئك الذين يعتقدون بأن الحجاب من الدين هو حرية شخصية، لا يجب أن يكون شيئا يعني مفروضا على الناس يجب أن يطبقوه. يجب أن نعي أن الدين حرية شخصية، الدين شأن شخصي، لن يحاسبني الله على عقائد الآخرين. فوزية، كلمة مبالغة ما حدودها؟ ما هو مبالغة بالنسبة لك هو غير مبالغ فيه بالنسبة لغيرك، وما هو مبالغ فيه في مجتمع معين غير مبالغ فيه في مجتمع آخر. فمسألة المبالغة هذه هي نسبية جدا، لذلك لا يمكن أن نقول لا المبالغة. المبالغة بالنسبة لمن؟ ما هو مقياس المبالغة؟ لذلك لا يمكن تحديد المبالغة. المرأة في البادية حدودها في الزينة ليست هي المرأة في المدينة، ومدينة سياحية حدود الزينة فيها ليست في مدينة صناعية مثلا، وهكذا. لا يجب أحبائي أعزائي أن نمطط الأمور أكثر من أصلها وفصلها. أذكركم أحبائي أعزائي بوضع لايك وأنتم معنا، كما أدعوكم أخواتي إخواني إلى من أراد الانتساب للقناة ليحصل على ميزاتها ويدعم القناة بشكل رمزي. رابط الانتساب هو هذا الذي نشرته الأخت عائشة، وسأقوم بتثبيته لحظيا في الأعلى لمن أراد الانتساب، فرابط الانتساب هو في الشريط الأزرق أعلى الدردشة. طبعا لم يكن عبدا لعائشة يا أخي سفيان، أنا فقط أسائلهم. إذا كان عبدا لعاتكة كما يقول الشارح، لماذا هو مكاتب لعائشة، تستأجره عائشة ويشتغل عند عائشة؟ هذه اللخبطة الموجودة في الحديث. الحديث يبين أنه لعائشة، وهناك حديث آخر يقول أنه لعاتكة. فهمتم المسألة؟ الأحاديث تتناقض. هو مكاتب لعائشة وكان مستأجرا لها وكان يشتغل عندها بأجر، وهو عبد لأخرى. كيف يعني؟ ما الذي كان يفعل؟ حتى أن الشارح قال ربما يعني كانت في تجارتها. وهل عائشة كانت تتاجر أصلا؟ أصلا عائشة، بل كل أزواج الرسول كان لهم عطاء من بيت المال حسب الروايات، يأخذون من مال الدولة الأموال التي بها لا يحتاجون إلى العمل أصلا ولا إلى المتاجرة. كانوا يعيشون من يعني في مستوى عالي من الطبقة البرجوازية إن شئتم، لأن كانت العطاء عندهم كبير جدا من طرف صندوق المال. تحدثت عن هذا الأمر يا أختنا. يمكن أن تعودي إلى فيديو حول الحجاب عنوانه أكذوبة الحجاب أو خرافة الحجاب، موضوع طويل حول الحجاب، يمكن أن تجدي جميع الأجوبة على أسئلتك. يا أبا الخلف، أنا لا أؤمن بكل تلك الأحاديث ولا أرجح لك أي مصدر على أنه مصدر حقيقي. كل تلك الأحاديث كذبة وخرافة، كلها كتبت بعد القرن الثالث. والله سنة أجبتها ولا زالت تطرح السؤال. لأن الحجاب لا وجود له أصلا يا عبد الله المجيدي. حتى مفهوم الحجاب في القرآن يعني ليس هو لباس المرأة أصلا، لا دور له طبعا يا أنير العريفي إلا إهانة الرجال أولا وإهانة النساء ثانيا. لأن أن تتغطى المرأة كي تخرج حتى لا يراها الذكور، هذا يدل على أن الذكور في ذلك المجتمع دون المستوى. بينما نجد القرآن يأمر المؤمن أن يغض بصره، بمعنى أن المرأة تلبس ما تريد وهي حرة فيما تريد. يا أخي الرأي الآخر، قصة التفاحة هي قصة كاذبة ولا أصدقها طبعا، ولا توجد حتى في التراث الإسلامي، حتى في الأحاديث لا توجد شيء اسمه تفاحة. هذا موجود لدى الديانات الأخرى، في العهد القديم يوجد تفاحة وغير ذلك، لكن أنا شخصيا لا أؤمن بالمعنى الحرفي للكلمة. طبعا يا وليد كلامك صحيح 100% ولا غبار عليه. هذا يدل على أن مسألة اللباس هي مسألة شخصية، ثم أن العفة هي خلق وسلوك وليست قطعة قماش. يجب أن تكون الصحوة والوعي صحوة ألباب لا صحوة ثياب. الصحوة هي صحوة عقول ووعي وليس صحوة الثياب. نعم كلامك صحيح يا سعيدة سعيد. يا رين نضال، يمكن أن ترجع إلى فيديو خاص بمسألة الحجاب وستفهم المسألة. لا نجعل من الموضوع موضوع حجاب، فالموضوع أصلا لإحراج هؤلاء بحديث عن الحجاب وهم يدعون إلى الحجاب، وهذا الحديث يبين أن لا حجاب وحتى طريقة الوضوء يبين أنها خاطئة. فها هي عائشة في حديث يصححونه تعلم طريقة الوضوء بطريقة لا يعرفها حتى الشيوخ. كيف هل يجوز لهن السباحة؟ طبعا يجوز للمرأة أن تسبح كما يجوز للرجل أن يسبح. كيف هذا السؤال؟ والله غريب هذه الأسئلة يا أخ توفيق. هل يجوز المرأة أن تسبح؟ نعم من حقها أن تسبح. كل الذين يحاولون تنقية وتنقيح هذا التراث الديني يا أخي أنير الريفي لا يمارسون العنف، بل يمارسون الفكر والعقل والمنطق والحجة والدليل. طبعا يا ياسر كلامك صحيح، البيئة والمناخ وطبيعة المجتمع هو الذي يحدد اللباس. يعني اللباس يدخل في العرف ما تعارف عليه الناس. طبعا طبعا يريد بلو كلامك صحيح. أنت مأمور بأن تغض بصرك وهي تلبس ما تريد، لها الحق في أن تلبس ما تريد، وأنت ملزم أن تحترم وتعبر عن احترامك وما شأنك بلباس زوجات الرسول أو الصحابة يا سما شمس؟ هذا أمر له علاقة بمجتمعهم، وما شأننا نحن بلباسهم؟ هل يجب أن نكون صورة تبقى الأصل عنهم؟ إذا يجب أن نمنع حتى التيشيرت، لأن لم يكن يلبسون التيشيرت، وكل اللباس الذي نلبسه اليوم هو وليد عصرنا وثقافة عصرنا. اللباس ثقافة ويتطور ويتغير ويتبدل. نعم فهمتك يا شمس يا سما شمس. مفهوم الحشمة يا عبد الله صالح هو مفهوم نسبي، وقد أوضح من قال بأن النساء في النرويج يلبسن يعني ما يلبسن، وهذا لا يتناقض مع الحشمة عندهم لأن ثقافة المجتمع هكذا. فالحشمة هو أمر نسبي. هل الحشمة هي اللباس؟ هل فعلا الحشمة هي اللباس؟ هل هناك لباس محتشم يوصف بالمحتشم؟ أين أن نعيد النظر في هذه المفاهيم لأنها مفاهيم مغلوطة انتقلت إلينا من ثقافة مريضة. الاحتشام في السلوك وليس في اللباس، الاحتشام في أخلاقنا، في أفعالنا، في نضجنا، هذا هو الاحتشام. طبعا يا ريد بلو هذا هو الأصل. أصبحوا ضمن الموضة الآن يا معزوز عبد اللطيف، وأصحاب صيحات الموضة الآن في مجتمعنا يبيعون ويربحون الملايين من هذا اللباس. اللباس في القرآن هو التقوى، هو لباس التقوى، هو الأفضل، وهو الذي ركز عليه القرآن يا حال، لباس التقوى. ولباس التقوى سلوك وأخلاق وليس قطعة قماش. طبعا هذا هو السائد في جميع المجتمعات ذات هذه الطبيعة الحارة يا أنير الريفي. وكل تلك النظريات بخصوص الحجاب انتقلت إلينا من ديانات أخرى، وقلد المسلمون لباس الراهبات وقالوا حجاب إسلامي، والحقيقة أنه لباس الراهبات. في الثقافة المسيحية وهناك أشياء كثيرة انتقلت إلينا من الثقافات الأخرى وأخذت طابعا إسلاميا، رغم أنها لا علاقة لها بالعقيدة ولا بأي شيء في الدين. والله ليس هناك مشكل للسباحة في البحر بالمايو، ليس هناك أي مشكل. ما هو المشكل الذي يقع هنا؟ والكل يتحدث عن النساء. هل لاحظتم؟ أخواتي أن هناك الكثير من الذكور يتحدثون عن لباس النساء ولا يتحدثون عن لباس الذكور. إذا كانت الإثارة، فأنت الذي لا تلبس إلا الشورت، لا تلبس إلا لباس السباحة الذي يغطي قبلك وضبرك فقط، لا تتحدث عن هذا، هذا من حقك. أما المرأة لا، ليس من حقها أن تلبس حتى المايو، أنت تثيرها يا أخي كما هي تثيرك، فيجب أن تحتشم والبس قميصا طويلا وعم بقميصك كما تفرض عليها أن تعوم أن تسبح بقميصها أو بالبوركيني. البس أنت أيضا البوركيني. أحكام ذكورية وليست دينية طبعا، لأنهم لا ينظرون إلا المرأة هي التي تثير، هي ماذا؟ هي السلبي والرجل الوحيد هو الإيجابي. لا إيجابية في إثارة الشهوة بالنسبة للمرأة نهائيا، هي مستقبل. ما هذا؟ لا يا ريد بلو ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الزينة هو ما هو مضاف للجسد، ما هو مضاف للجسد ما ظهر، لأن قد تكون بعض الزينة في بعض الأماكن. هناك نساء يضعن مثلا حلقة في حلمة الثدي، فهذا من الأمور الزينة المغطاة، يعني لا تظهر تلك الزينة في حلمة الثدي أو في سرة. هناك نساء يضعن بعض الزينة في سرتهن أو في أكدادهن أو في شيء آخر. هذه الزينة المخفية التي تخفى بالطبيعة. هناك زينة ظاهرة أخرى وهي في الأماكن التي تعرى، كزينة الحلي في اليد أو المكياج، هذه ما فيها مشكل. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الزينة هو كل ما يتزين به، كل ما هو مضاف إلى الجسد، ليس من أصله، ليس من حقيقته، لأن هذه إضافة. زينة الجسد، زينة المرأة، فهي مضافة إلى الجسد. كل ما أضيف إلى الجسد من زينة، سواء كان بالصباغة، سواء كان بالحلي أو بأي شيء آخر، فهو زينة. هناك أماكن ظاهرة تظهر بالطبيعة من حق المرأة أن تظهر هذه الزينة فيها، وهناك أماكن مغلظة، هناك أماكن مخفية بالطبيعة في جميع المجتمعات، هذه تخفى ولا تظهر. طبعا يا إيمانيست كلامك صحيح. إذن أحبائي أعزائي، نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم، وإلى لقاء قادم. دمتم بألف خير. شكرا لكم، شكرا للأخوات المشرفات والإخوة المشرفين على تفانيهن وعلى عطائهن المتواصل، دام نبلكم ولطفكم، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم في هذه الحلقة بجميل البوح والتحليل والنقاش. شكرا لكم.